بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية إعداد صحف الدعاوى وصياغتها وتجنب الوقوع في أخطاء عدم القبول والبطلان والعيوب الشكلية عند صياغة تلك الدعاوى. الكلام طبعا احنا بنتكلم لشباب المحامين، بنتعلم مع بعض ازاي نكتب صحيفة الدعوة. اول ما تجيلك صحيفة الدعوة، اول حاجة لو جالك في المنازعات المدنية تمسك عقد اللي موجود عندك اللي هو بيبقى اساس النزاع القضائي، ايا كان عقد ايجار، عقد بيع، عقد مشاركة، عقد اتفاق، ايا كان نوعه، عقد رهن. اول حاجة تيجي عينك على العقد تبص في بند اخر بند فيه بند التحكيم، هل في بند تحكيم ولا مفيش بند تحكيم؟ لو في بند تحكيم يعني معنى كده مش هتلجأ للقضاء الا لما تلجأ الى التحكيم المتفق عليه. طيب الحاجة التانية اللي تبص عليها، اما مسألة التحكيم وازاي ان احنا نهرب من شرط التحكيم والكلام ده مش مجاله النهاردة، هنتكلم فيه في حلقة تانية، في موضوع في وقت تاني يعني. الحاجة التانية تتجنب برضو تبص في العقد على الشروط الشكلية المتطلبة لإقامة أي دعوة. ممكن تلاقي عقد بتاعك اللي هو أنت بتقيم الدعوة بيه ينص على إجراء معين لابد إن أنت تقيمه قبل رفع الدعوة، من التنبيه على المدعى عليه بأمر ما أو إعطائه فترة زمنية من خلال التنبيه عليه بإنذار على يد محضر أو إلى آخره. كذلك تبص على الاختصاص القضائي المكتوب في العقد، الاختصاص المحلي بيكون لأنه محكمة عشان لما تيجي ترفع القضية ما تتعرضش للدفع بعدم الاختصاص. طيب دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لابد ان انت تتتبع الشروط الشكلية السابقة على رفع الدعوة، تمسك القضية بتاعتك وتشوف هل هي دي من تلك الدعاوى اللي لابد ان انت تشوف فيها في اجراء سابق على رفع الدعوة ولا لا. يعني انا النهاردة عندي دعوة قضائية برفعها ومختصم فيها جهات حكومية، يبقى لازم اروح لجان توفير المنازعات واقدم طلب واجيب توصية بما يفيد ان انا لجأت لجنة توفير المنازعات. لو الامر بيحتاج دعوة اسرة فبقدم طلب لجنة تسوية اسرة الى اخره. طيب ممكن يكون الدعوة من الدعاوى اللي بتحتاج انذار سابق على رفع الدعوة، على سبيل المثال ان دعوة الفسخ، يعني انت تنذر اللهم الا اذا كان العقد بيمنع ايه اعطيك جواز انك ترفع من غير انذار. دعاوى مثلا لاخلال عدم سداد الاجره في قانون ايجار الاماكن القديم، يتعين عليك التنبيه عليه واعطاء مهله 15 يوم ثم اقامه الدعوة. اعلان الاخذ بالشفعة عشان لما اجي ارفع الدعوة الى اخره. شوف الاجراءات حسب موضوع القضية بتاعتك. يبقى انا كده بصيت الاول في بنود العقد، اذا كان في عندي شرط تحكيم، اذا كان عندي في شرط اختصاص قضائي، عندي شروط شكليه سابقه. تاني حاجه النظام العام بتاعي انا في اي قضيه لازم ابص اذا كان في اجراءات سابقه ولا لا. الحاجه الثالثه اللي ابص فيها المواعيد، انا براعي ببص على المواعيد بتاعتي، هل الدعوه ليها ميعاد معين او ليها تقادم او كانت دعوه سقطت بالتقادم ولا لا. على سبيل المثال دعوه الحيازه بتسقط بقد ايه، انا ارفع دعوه حيازه، دعوه رح يد حيازه او كده، لازم اشوف التقادم بتاعها، هل عدى عليها سنة ولا لسه إلى آخره، عشان لو ما نفعتش معايا أرفع دعوة تانية إلى آخره. دعوة عدم النفاذ بتسقط بثلاث سنين، دعوة الغب، كل دعوة في القانون نص عليها، دعوة البطلان، دعوة كل دعوة ليها تقادم حسب ما نص عليه القانون المدني، فأنت شوف دعوتك هل هي ميعاد سقوط ليها بطلان، لازم أبص على الحتة دي قبل ما أرفع الدعوة، عشان ما أرفعش الدعوة ولا الخصمي يدفع قدامي بسقوط الحق فيها بمضي مدة معينة ثلاث سنوات أو سنة حسب الحالة، هيبقى شكلي أنا وحش قدام موكلي. إن كان في عيب قانوني وأنت يتعينك تتجنب العيوب القانونية على الأقل لما يطلع حكم قضائي ويبقى موكلك لاقي استوفيتش الأشكال القانونية ما يقدرش يتكلم معاك. طيب خلصنا احنا الحاجة دي، بص الحالة اللي بعد كده إيه المرحلة الرابعة نبص عليها. لازم وأنت بتكتب القضية قبل ما تشتغل فيها تبص حالة الخصم بتاعك. يعني تشوف تسأل موكلك كده الخصم هل لسه عايش ولا ميت؟ لأن لو رفعنا القضية وتبنى هو ميت يبقى في انعدام خصومة. طب الخصم بتاعك قيد الحرية ولا لا؟ لأن النهاردة الخصم لو كان قيد الحرية في عقوبة جناية يبقى لازم أختصم القيم بتاعه. الخصم بتاعك قاصر بلغ سن الرشد ولا مبلغش؟ لما مبلغش نرفع على الوالي الطبيعي، نرفع على الوصي حسب الحالة. ما بلغش لازم لو كان بلغ أختصمه هو إلى آخره. زي الأحوال الشخصية، أنت بترفع قضية النهاردة الأم أو الحضانة بترفع قضية، اسأله الأول قول طب القاصر دوت عدى 15 سنة ولا لا؟ برضه الحاجة التانية اللي انت تبص فيها لو انت بترفع قضية وكان موكلك بيمثل شركة، لابد ترجع إلى بطاقة الشركة. إيه بطاقة الشركة؟ السجل التجاري. شوف مين الممثل القانوني للشركة، لأن بعض الناس يقول لك العضو المنتدب للشركة بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. لا، انت لابد انك ترجع للسجل التجاري اللي هو بطاقة الشركة وتشوف مين بيمثلها قضايا، يبقى هو ده اللي بيقيم الدعم، أو تطلب بناء على طلب ممثل قانوني لشركة كذا، أي مكان بيطلع حسب الحالة عندك. لان انت كده ولا كده السجل التجاري التوكيل بتاعك مش هيتعامل في الشارع العقاري الا بناء على سجل التجاري، فهيتعامل من ممثل القانون.
طيب شفنا الحالة دي. طيب نخش بعد كل دي إجراءات سابقة قبل رفع الدعوة، لو أنت ما شفتهاش ما تتبعتهاش ممكن تؤدي إلى كثير من عدم القبول أو على السقوط إلى آخره. طيب الحاجة التانية بقى، طيب أنا جيتك أنا شفت حالة الخصم، أشوف موطنه لو هو شركة شخص معنوي اعتباري، ببص مركز الرئيسي بتاعه فين عشان أعلنه فيه، بخلاف طبعا الدولة هيدخل الدولة ليها نظام تاني. طيب لو هو شخص عادي لازم أعلنه في الموطن الأصلي بتاعه، تتابع أشوف موطن صحيح ولا لأ، ما يكونش هو ترك الموطن إلى مكان آخر عشان ما تتعرضش لضيق لطول الوقت في إعلانه يعني. طيب بعد ما خلصنا كل ده أنا لسه ما كتبتش الصحيح، كل ده أنا ببص بجهز القضية بتاعتي قبل ما أشتغل فيها الحاجات الإجرائية دي كلها عشان لما أجي أكتب الصحيفة أكتبها إزاي. بعد كده ببص طب أنا خلاص عرفت الإجراءات دي كلها، طب أروح أنه محكمة؟ عندي تلات اختصاصات، في اختصاص محلي وعندي اختصاص قيمة وعندي اختصاص نوعي. المحلي المحكمة هنا هل القاهرة هل اسكندرية هل السويس حسب الحالة اللي عندي أشوف. طيب بعد ما أبص على الاختصاص المحلي أبص على الاختصاص النوعي، في بعض القضايا اللي أنت بترفعها ليها اختصاص نوعي معين، على سبيل المثال دعوى التسليم تترفع قدام المحكمة الجزئية، استئنافها فين؟ قدام الاستئناف العادي. دعوى مثلا عندك دعوى ايجار الاماكن الخاضعة لاحكام قوانين ايجار الاماكن، اختصاص نوعي للمحكمة الابتدائية، تمام؟ ايا كان القيمة بتاعتها، ليه؟ لأن نصت على كده المادة 5 من قانون 49 لسنة 77، وهكذا تشوف القضية بتاعتك موضوعها ايه وتشوف كل المرافعات هل هي ليها اختصاص نوعي ولا لا. طيب بعد الاختصاص النوعي ابص اختصاص قيمة، لقيناها لا ملهاش اختصاص نوعي، اشوف الاختصاص القيمة اقل من 40 اكتر من 40، اقل الطلب اللي انا هطلبه اقل من 5 اكتر من 5، طب ليه بقول؟ عشان اشوف النصاب الانتهائي ليه. حاجه برضو وانت بتراجع كده وانت بتكتب قضيتك لازم عينك في الاختصاص القيمي يكون مستقبلي، بمعنى ايه؟ ان انا النهارده لما اجي اطلب طلب، يعني لو دعوت اعرف اطلب طلب غير مقدر القيمه يبقى افضل، بيديني حق ان انا اطعن بالاستئناف، بيديني حق ان انا اطعن بالنقض. لكن لو انا طلبت رقم معين يبقى انا حددت نفسي في دايره اختصاص قيمي، ممكن تمنعني من حق الطعن بالاستئناف، ممكن تمنعني من حق الطعن بالنقض. على سبيل المثال لو كان اللي انا بطلب مبلغ اقل من 5000 جنيه فالحكم هيبقى انتهائي لان دون النصاب الانتهائي المحكمه الجزئيه، او لو انا بطلب مبلغ اقل من 100000 جنيه ده ما يدينيش حق الطعن بالنقض وان كان يديني حق الطعن بالاستئناف. فانا بد وانا بكتب القضيه انا عيني هل قدام ممكن اتعرض لحكم مثلا ويكون انا عايز اطعن عليه بالاستئناف والنقض، لازم ابص على برضو الجزئيه دي، لازم تكون برضو ايه نظرتك مستقبليه شويه. طيب بعد كده خلصت انا الاجراءات دي وعرفت انا رايح انه محكمه وهل هو في شروط شكليه، في تحكيم، في اجراء سابق على رفع الدعوه، شفت حاله الخصم بتاعي، اكتب بقى قضيتي ازاي. خلاص انا جمعت، اخش بقى في موضوع القضيه. لما تيجي تصيغ قضيتك بعد الدباجه الاساسيه اول حاجه بتشرح لازم تدي للقاضي ليها ترتيب معين، اول حاجه تكتب الموضوع، تاني حاجه تكتب النص اللي انت بتستند عليه، تالت حاجه بتكتب احكام نقض تكون مطابقه للواقع او تنطبق على الواقع بتاعتك، رابع حاجة لو أنت كان في إجراء شكلي تشير إليه قبل بناء عليه تقول إن تم استيفاء الإجراء الشكلي المطلوب لإقامة الدعوة لجأت لجنة تفهم ونزاعات، تم توجيه إنذار مسبق حسب الحالة اللي عندك. وبعد كده في بناء عليه التكليف ده أهم شيء في صياغة دعوة قدام محكمة أول درجة، إزاي تكتب تكليف المدعي عليه بالحضور وإيه طلباتك الختامية فيها. طيب نشرحها بقى أوضح شوية. لما تيجي أنا رافع دعوة مثلا فسخ عقد بيع بموجب عقد بيع فلان اشترى من فلان العين الكائنه كذا، ما تحاولش تطيل في تفصيل الوقائع، يعني اختصرها على قد ما تقدر لانها بتبقى واضحه للمحكمه. بعد كده بتقول انا اتفاجئت، ايه سبب اللي انت بتطلب عليه دعوه الفسخ عندك؟ ان هو مثلا خلي بالتزام ما دفعش ثمن حسب الحاله اللي عندك. يبقى انا شرحت الواقع، ايه العلاقه اللي بتربط الطرفين، عقد نوعه، شروطه ايه، بعد كده ايه الاخلال اللي اخله. طيب بعد كده بقول له طب قانون المدني نص في هذه الحاله على كذا وكذا وكذا. بتطبيق النص عندي في العقد بتاعي اللي بينه وبينه في بند بيقول في حالة مخالفة العقد ينطبق يلتزم بأداء كذا أو يتم الفسخ أو في شرط فسخ صريح إلى آخره. بعد كده أروح جايب حكم نقض بينطبق على الواقع مشابه ليه ويكون النقض يكون حديث، لابد يكون عندك اطلاع دائما على الأحكام الحديثة. وعلى سبيل المثال في موقع محكمة النقض، موقع في منتهى الجمال، بتطلع على أحكام وبتصدر الأحكام بشكل حديث ومتاح للكل إن أنت تطلع عليه بشكل مجاني. وانا انصح بكل شباب المحامين ان هو يبقى عندهم متابعه للاحكام اللي بتصدر عن محكمه النقض. تيجي بقى بعد بناء عليه واستيفاء الشكل، قبل ما تكتب بناء عليه لو في اجراء شكلي نكتبه، وتم حيث ان المدعي قام توجيه انذار او لجأ لجنه توفير منازعات ايه الى اخره. التكليف لما بتيجي تطلب لازم تكون دقيق جدا في التكليف، يعني انا لو برفع دعوه اخلى
وتسليم، لابد ان تكتب كده باخلاء العين، حددها هي متحدده فوق في صدر الصحيفه. انا لما اجي اكتب بفضل اكتب كده اخلاء العين الكائنه كذا كذا كذا، بعد الاخلاء وتسليم العين لمين؟ للمدعي، خلال الاشخاص والشواهد، بفسخ عقد البيع المورخ كذا بخصوص العقد المشار اليه في صدر الصحيفه. عشان لازم عينك تبقى على مرحله التنفيذ لما اجي انفذ، يعني لما اجي انفذ بعد كده لو انا بنفذ ده في حكم الجوار طالع لي بالاخلاء والتسليم، وانت طالب لاخلاء العين بينا بسعادة الايجار وصدر الصحيفه، هيبقى مطلوب منك عقد الايجار، مطلوب منك صوره القلاص من الصحيفه، مطلوب منك الصيغه التنفيذيه وتتوجه بيها. لكن لو انت طلبت من المحكمه تحكم باخلاء العين الكائنه كذا، فالحكم كذا باخلاء العين الكائنه بالدور كذا في شقه كذا بعنوان كذا، يبقى يكتف عليك ان انت تاخد اصل الحكم وتروح بيه لاداره التنفيذ وتنفذ. فلابد ان انت تكون دقيق وتراجع جدا التكليف بتاعك، مهم قوي قوي، وتبص زي ما احنا قلنا قبل كده نظرة مستقبلية ان انت يكون عندك سبيل، يعني خلي الصيغة بتاعتك تسمح لك ان انت تلجأ الى وسيلة طعن محكمة النهضة او الاستئناف الى اخره.